ننقش عيون صعبون شوية حلوة. صار المدرسة جوحة المعركة الخاصة بولاية بيت بنان مسابقة القنقشوت تحدد عمانية للأطفال. المطلوب هو إرسال فيديو لفكرة إبداعية للأم تطبقها للاحتفال مع أبنائها بالقنقشوت داخل الأسرة في ظل جائحة كورونا مع اتباع الإجراءات الاحترازية. دوس دوس في المندوس حرا حرا في الصحراء تنقشوا يونس عطونا شوية. يرسل الفيديو على الواتساب 972-286-37 وآخر يوم للإرسال بتاريخ 30/4.